أبدأ معك من الضفة الغربية وهذه الأحداث الساخنة التي شاهدناها أمس. نعم، صباح الخير. طبعا بلا شك أنه عملية الشابين نمر في مستوطنة راموت يعني صدمت الإسرائيليين، لأنهم يعتقدون أنهم يسيطرون على كل شيء، يقطعون أوصال الضفة، يفرضون قوانين الحرب، يعني لا يسمحون بأي مظهر من مظاهر الاعتراض حتى اللفظي على سياسة الاحتلال. فجاءت هذه العملية في قلب القدس وخارج منطقة سيطرة السلطة الفلسطينية لتؤكد على مجموعة من الرسائل. أولا، أن الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع هو شعب واحد، طبعا في الضفة بما فيها القدس هو شعب واحد، وما يجري في غزة يراكم من حالة القهر منسوب السخط، الرغبة في الرد على جرائم الاحتلال، خصوصا بالمناسبة ربما يعني لم تشر وكالات أنباء، والشابين من بلدة صور باهر، هذه البلدة في منها يعني بعض الشهداء الأسرى المحررين الذين استهدفتهم قوات الاحتلال واغتلتهم في اليوم الأول للحرب وأبعدوا على قطاع غزة، كما أن من بينها عدد من الأسرى الأطفال الذين أخرج عنهم مؤخرا وتعرضوا لتنكيل شديد جدا جدا من قبل قوات الاحتلال. ليس هذا هو السبب الوحيد، يعني ليست المسألة مسألة شخصية، لكن هذا مؤشر على كم القهر والسخط الذي ينتاب كل فلسطيني في الأرض. هذا من جهة. من جهة أخرى، العملية تؤكد استحالة إنه إسرائيل يعني توفر لنفسها لا الأمن ولا الاستقرار ولا الهدوء مع استمرار هذه العمليات العسكرية. إسرائيل تعتقد أنها بالقوة المسلحة، بالحديد والنار، بالقتل، بالاقتحامات، بهدم البيوت، بقصف غزة، بكل هذه الوسائل العسكرية التي تبالغ فيها، فائض القوة هذا الذي تستخدمه، تستطيع أن توفر الأمن، لكن تأتي النتائج معاكسة تماما. النتائج التي تتحقق يعني فعلا تؤكد القدرة أي فرد فلسطيني على اختراق منظومة الأمن الإسرائيلي، حتى لو بأدوات بسيطة كما هي عملية الدهس في الأغوار اليوم شمالا. صحيح أنها لم تسفر عن نتائج يعني كبيرة، لكنها تؤشر إلى أن الفلسطيني يستطيع أن يبتدع وسائل لا حصر لها لمقاومة الاحتلال وللتسبب بخسائر الاحتلال. فجاءت هذه العملية لتقول لإسرائيل أن حتى أنه عدم شمول الضفة بالهدنة التي طبقت في غزة خرقت من الاحتلال أولا. نحن نشهد يوميا اغتيالات وشهداء وإحامات هناك، يعني حتى في هذه اللحظات، يعني بحسب مراسلنا فإن هنالك مجموعة من المستوطنين يهاجمون منازل الفلسطينيين، بل ويقومون أيضا بإحراق ممتلكاتهم في جلود بجنوبي نابلس. يعني هنالك أعمال متطرفة من قبل المستوطنين تقام حاليا بحق الفلسطينيين. صحيح، المنطقة جلود هذه قريبة جدا من قرية ترمس عية التي تعرضت لمحرقة واسعة قبل أيام، وقريبة أيضا من قرية قصرة وقرية يتمة التي استشهد فيها شبان يعني منذ يومين. أيضا كل المناطق القرى ما بين رام الله ونابلس وتحديدا المنطقة الشرقية من هذا الخط تتعرض لهجمات متكررة من المستوطنين بهدف تهجير السكان. كيف تهجير السكان؟ هم لا يأتون للسكان ويحملوهم في شاحنات ويبعدونهم عن الأرض، لكنهم يخلقون بيئة مستحيلة للعيش، يخلقون شعورا بعدم الأمان لكل فلسطيني، حيث يبات الفلسطيني يخشى على نفسه، على حياته، على أطفاله الذين يتوجهون للمدارس على سبيل المثال، يخشى على ممتلكاته، على أرضه، على عمليات التنكيل اليومية من قبل المستوطنين الذين يعتدون على الطرقات ويفكون السيارات. حتى الجيش يمارس هذه العمليات التنكيل، بحيث أصبح السفر من مدينة إلى أخرى في الضفة الغربية خطرا كبيرا. لذلك قلت أنا أن الاحتلال هو الذي خلق الهدن واغتال أطفالا في مخيم جنين، اغتال طفلين عمر واحد منهما 8 سنوات والثاني 14 عاما، ثم ها هو يقوم بتجريف أجزاء واسعة من مخيم جنين، يهدم منازل، يهجر السكان، يفتح شوارع عريضة في قلب المخيم لكي يتمكن من مداهمة المخيم ودخوله والانسحاب منه بسهولة، يجرف الشوارع ليس فقط في جنين بل أيضا في مخيم طول كرم ومخيم بلاطة. إذن الاحتلال جيشا ومستوطنين يرون أن هذه فرصة سانحة لتطبيق جزء من الخطة التي يعتزمون تنفيذها بالسيطرة على أوسع مساحات ممكنة من الأرض وبحسم الصراع بالتدريج وبأيضا تهويد القدس. بالمناسبة لا أحد يلتفت، القدس الآن
التي ربما لليوم الخمسين أو الخامس والخمسين لا يتاح إلا لبضعة آلاف قليلة جدا فقط من المواطنين للصلاة في المسجد الأقصى. يعني في الأحوال العادية يشارك عشرات الآلاف، وفي أيام الجمعة مئات الآلاف في كل صلاة. الآن لا يكاد يعني يصل عدد المصلين إلى 4 أو 5 آلاف من كبار السن الذين يسمح لهم بدخول الأقصى، بينما تتواصل طيب عمليات اقتحام المسجد الأقصى وتصعيد الخطوات التدنيسية التي ترمي إلى تطبيق الطقوس الملحمية وطقوس إعادة بناء الهيكل وما إلى ذلك من يعني خطط مستندة إلى رؤى تلمودية وتوراتية قديمة. بالعودة إلى قطاع غزة، نحن على بعد ساعتين من انتهاء هذه الهدنة سيد نهاد، مع وجود أيضا تصريحات مصرية تشير إلى أن الوفدين المصري والقطري بالإضافة إلى الولايات المتحدة الآن يقومون بجهود استثنائية، وذلك للضغط من أجل تمديد هذه الهدنة. سيد نهاد، هل هنالك تمديد لهذه الهدنة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين، أم أن سنعود إلى استئناف هذه الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة؟ يعني الصوت الأكثر ارتفاعا في إسرائيل الآن هو استئناف العمليات البرية. يعني هناك ضغوط متعاكسة الاتجاه ما بين دعوات دولية وإقليمية ووسطات وحتى بعض أصوات الاحتجاج في داخل إسرائيل التي تدعو لإعطاء فرصة أكبر لإعادة الأسرى واسترجاع الأسرى سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، لكن الصوت الأعلى هو صوت العودة إلى العمليات العسكرية والانتقام واستكمال الأجندة التي لم تنجح على الإطلاق حتى الآن، لا في القضاء على حماس ولا في استعادة طيب الأسرى. ما هو الدافع بل ثبت يعني؟ أنه يعني الدافع لتعالي هذه الأصوات؟ يعني هو الدافع الرئيسي الانتقام بشكل رئيسي، الانتقام والرغبة في تكبيد الشعب الفلسطيني ثمنا فادحا باهظا على عملية 7 أكتوبر. لم يكفي قتل أكثر من 20,000 فلسطيني ولا تهجير 1.5 مليون إنسان عن أماكن سكنهم، يريدون أن يخلقوا في الوعي الفلسطيني يعني قناعة راسخة بأنه لا يمكن يعني مواجهة إسرائيل، وبالتالي حتى تذكر الأجيال الفلسطينية جيلا بعد جيل أن إسرائيل بإمكانها إبادة الفلسطينيين ومحوهم. كان هناك مخططات معلنة على كل حال بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن هذه الأفكار والمخططات جرى صدها من قبل مصر ومن قبل الأردن حتى بالنسبة للضفة الغربية. لذلك عمدت إسرائيل إلى تطبيق خطط تهجير داخلي بدفع سكان شمال غزة إلى الجنوب، ومحاولة ربما بعد استئناف العملية البرية تتركز على منطقة شرق خان يونس، القرى التي مثل عبسان وبني سهيلة وخزاعة. هناك خطة إسرائيلية لدفع معظم سكان هذه المناطق إلى الغرب وإيجاد كارثة إنسانية حية اسمها مدينة خيام كبرى يتكدس فيها أكثر من 1.5 مليون إنسان فلسطيني. هذا ما تتحدث به استوديوهات التحليل كل ليلة، يريدون تحويل هذه الكارثة إلى جزء إلى عنصر ضاغط على العالم، وكأن إسرائيل لا علاقة لها بهذه الكارثة. 1.5 مليون إنسان بدون مستشفيات، بدون مدارس، بدون مؤسسات، بدون مرافق، بدون عمل، بدون يعني أرض زراعية، قطاع كل يعني مساحة كبيرة من أكثر من نصف قطاع غزة، وإبقاء السكان فقط محرومين من كل شيء، وبالتالي كأن على العالم نفسه كل العالم أن يتحمل نتيجة هذه الكارثة، وإسرائيل يعني تتنصل من كل مسؤولية. هذه هي الخطة يعني التي تبدو الآن في نظر الإسرائيليين. بالنسبة للعمليات العسكرية، إسرائيل إذا لاحظنا يعني في كما ورد في نشراتكم مرارا تركز أعمالها في الأيام الأخيرة للحرب على المستشفيات، تريد القضاء على المستشفيات ووقف عملها لأنها باتت يعني كونها الملاذات الوحيدة في شمال القطاع، ولذلك تريد إخلاء شمال قطاع غزة من المدنيين حتى تستفرد بمن تبقى من المقاومة، وربما تستخدم أسلحة محرمة دوليا مثل قنابل ارتجاجية لم يسبق استخدامها حتى الآن في الحروب، لكن هناك حديث عن نوع من القنابل تعمل عمل الهزات الأرضية الصغيرة فتهدم الأنفاق على من فيها، بالإضافة إلى فكرة لاستخدام قنابل إسفنجية مثل الفوم، يعني تساهم في إغلاق الأنفاق وربما اختناق من يعيشون داخل الأنفاق، لكن لا نعلم ماذا يوجد داخل الأنفاق، هل يوجد أسرى أيضا أم مجرد مقاتلين فلسطينيين؟ مسألة